مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم وهذه أخبار العاشرة ليلة. أهلا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. سمو السيد فهد بن محمود السعيد يستعرض مع وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون بين السلطنة وقبرص وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. أمين عام وزارة الخارجية يبحث في بروكسل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة والاتحاد الأوروبي. شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة. كما تتابعون أيضا في أخبارنا الاقتصادية، حاكم بنك إنجلترا يحذر من التداعيات الاقتصادية لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتتابعون في الأخبار الرياضية، مواجهات قوية تشهدها انطلاقة مباريات القسم الثاني من دوري عمان تل لكرة القدم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي نيكوس كريستو دوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص الذي يزور السلطنة حاليا، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس نيكوس أنستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته بدوام التوفيق. وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد أعرب معالي نيكوس كريستو دوليدس وزير خارجية قبرص عن أهمية هذه الزيارة لما لها من إيجابيات على صعيد تبادل الرؤى حول كافة الأمور وترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا تقدير بلاده للسياسة المتوازنة التي تنتهجها السلطنة في علاقاتها مع دول العالم ما أكسبها احترام الجميع. كما أشاد معالي الضيف بنتائج لقاءاته مع المسؤولين في السلطنة، مبديا ارتياحه لمستقبل العلاقات الوطيدة بين السلطنة وقبرص والحرص المتبادل للارتقاء بها. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضرها سعادة اندرياس بانايوتو سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى السلطنة. أشاد معالي نيكوس كريستو دوليدس وزير الخارجية بجمهورية قبرص بجهود السلطنة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين. جاء ذلك خلال استقبال معالي السيد بدر بن سعود بن حرب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعاليه الذي يزور السلطنة حاليا. كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. في بروكسل بحث معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية خلال لقاءات جمعته مع عدد من المسؤولين الأوروبيين تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية. والتقى معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية في العاصمة البلجيكية معالي هيلغا شميد أمين عام هيئة العمل الخارجي وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي ومعالي برونو فاندر بلوم أمين عام وزارة الخارجية البلجيكي. تعزيزا لبروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان، استقبلت السيدة هيلغا شميد أمين عام هيئة العمل الخارجي وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي معالي السيد بدر البوسعيدي، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية. كما تم إطلاع معاليه على تطورات ملف إعفاء عمان من فيزا الشنغن، خاصة وأن السلطنة استوفت كل الشروط للحصول على هذا التميز. تناولنا في تبادل وجهات النظر حول مجموعة من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة
الخليج وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط بشكل عام وقضية الفلسطينية، وكذلك بعض الظواهر التي تلقى اهتمام الجانبين على الساحة الدولية. أما فيما يتعلق بموضوع الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة ومجموعة دول الشنغن، الكرة ما زالت في الملعب الأوروبي لبدء عملية الإجراءات المرتبطة بذلك والتي يمكن أن تكون مع نهاية هذا العام أو العام المقبل. كما استقبل معالي برونو فاندر بلوم أمين عام وزارة الخارجية البلجيكي معالي السيد بدر بوسعيدي، أين استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والتركيز على دعم الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية السلطنة الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. I'm very happy to say that that relation is excellent. سعيد بالقول بأن علاقتنا ممتازة. بلجيكا تتابع باهتمام كبير التطور في عمان واهتمام كبير من جانب القطاع الخاص البلجيكي بما يحدث في عمان، وهذا شيء إيجابي. وقد اتفقنا على أن نلتقي قريبا جدا، وهذه المرة سيكون في مسقط للتباحث بشكل أوسع ومفصل حول العديد من القضايا ولوضع اللمسات الأخيرة على بعض المواضيع التي نعمل عليها سويا الآن. وإجمالا الاجتماع كان إيجابيا جدا. الاتحاد الأوروبي يرى في السلطنة شريكا سياسي واقتصادي مهم، ويثمن دور السلطنة والجهود التي تقوم بها لحل العديد من القضايا، ويتطلع لمزيدا من التعاون والعمل المشترك. إجماع أوروبي على أهمية دور عمان واعتبارها صمام أمان لاستقرار المنطقة، مؤكدين على ضرورة الاستمرار ودعم الجهود لتعزيز شراكة حقيقية في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وثقافيا. نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح المبنى الجديد لقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بولاية الصحار وتخريج عدد من فصائل الشرطة المستجدين. الحفل تضمن كذلك التدشين الرسمي لنظام المحادثات المرئية بين شرطة عمان السلطانية وإدارة الادعاء العام. رعى المناسبة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية. محافظة شمال الباطنة من أهم محافظات السلطنة جغرافيا واقتصاديا، لكونها تمتلك موقعا جغرافيا بالغ الحيوية يمتد على الساحل الجنوبي لبحر عمان. وقد شهدت العديد من المنجزات التنموية والاقتصادية والخدمية في هذا العهد الزاهر. وحرصا من شرطة عمان السلطانية على تطوير وتحديث منشآتها وتهيئة بيئة أمنية وشرطية متكاملة لإدارة أعمال الشرطة في المحافظة، احتفل الخميس 7 فبراير بافتتاح المبنى الجديد لقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة. فعاليات الاحتفال بدأت بوصول معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، حيث أدى طابور الخريجين التحية العسكرية. ثم قام معاليه بتفتيش الصف الأمامي من الطابور. بعدها قدم الخريجون استعراضا عسكريا بنظام المسير البطيء والمسير العادي، مرورا من أمام المنصة الرئيسية أظهروا من خلاله المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب. ثم قام معالي الدكتور بتسليم جوائز الإجادة لأوائل الخريجين. بعد ذلك ردد الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق، وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم. وبعد خروج الطابور من ميدان الاستعراض، عزفت فرقة موسيقى شرطة عمان السلطانية مقطوعات موسيقية متنوعة. ثم قام معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية يرافقه معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك والحضور بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح مبنى القيادة الجديد.
ويتكون المبنى الجديد لقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة من قاعات متعددة الأغراض ومركز للعمليات لإدارة الأحداث والحالات الطارئة ومتابعة الخدمات الأمنية في المراكز التابعة للقيادة، كما يضم مختبرا جنائيا ومرافق إدارية وإدارات تخصصية للأحوال المدنية والجوازات والإقامة والمرور والتحريات والتحقيقات الجنائية والمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مرافق ترفيهية واجتماعية ورياضية متعددة إلى جانب ميدان للاستعراض والتدريبات العسكرية ومساكن للضباط وأخرى للأفراد لتوفير بيئة عمل مناسبة لمرتب القيادة. حقيقة محافظة شمال الباطنة حظيت والحمد لله بكثير من الإنجازات حقيقة بكثير من المشاريع الشرطية، وهي تقول ما لمسه المواطن من قرب الخدمات في حقيقة، يعني يمكن ولايات المحافظة الست تقريبا كل ولايات استفادت. يعني صرح كبير جدا يحتوي كل الأقسام الشرطية، ونحن في محافظة شمال الباطنة فخورين جدا بهذا الصرح وهذا المبنى وهذا التجمع للتقنية الحديثة. وعلى هامش الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد لقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، دشن معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية نظام المحادثة المرئية بين شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، والذي يهدف إلى تسهيل وتسريع الدعوة القضائية، ويأتي استكمالا لمنظومة حوسبة مراكز الشرطة. افتتاح هذا الصرح الأمني الشامخ يأتي في إطار حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير وتحديث منشآتها وتوفير بيئة أمنية شرطية متكاملة لإدارة أعمال الشرطة في المحافظة. الملازم أول منير بن محمد آل سنان، ولاية صحار. دشنت وزارة الصحة جائزة تختص بالجودة الصحية التي تقدمها المؤسسات الخاصة، وسيكون التقييم فيها للمراجعين وفقا للمؤشرات الدولية المعمول بها في هذا المجال. جاء تدشين الجائزة خلال ملتقى القيادات العليا العاملة في المجال الصحي، رعى حفل افتتاحه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. 1650 مؤسسة تعمل بالقطاع الطبي الخاص، والعدد في تزايد مستمر. من أجل ذلك نظم ملتقى القيادات العليا، وتم تدشين جائزة التميز المؤسسي للقطاع الصحي الخاص بالسلطنة، رفعا لكفاءة العمل الصحي في تلك المؤسسات، والتي حدد فيها تقييم المراجعين لهذه المؤسسات معيارا لنيل جوائزها. كل سنة نعمل جوائز لأحسن عيادات ومستشفيات في القطاع الصحي الخاص، فهاي السنة احنا غيرنا شوية بحيث انه نخلي القطاع الصحي الخاص نفسه يرشح اللي هو يحس انه هو متمكن لهذا الجائزة. الملتقى يعد محفزا لمؤسسات القطاع الطبي الخاص من أجل تقديم خدمات مميزة لأفراد المجتمع، ولخلق أجواء تنافسية وتشجيع الشباب العماني للاستثمار في القطاع الخاص. المشاركة في الجائزة راح تكون عن طريق التسجيل المباشر، التصويت راجع للجمهور نفسه، للمختصين للقطاع الخاص، بعيد كل البعد عن المديرية العامة والمؤسسات الصحية الخاصة من أجل السواسية في التقييم. 40% من الخدمات الصحية يقدمها القطاع الطبي الخاص، ما يستوجب العمل على متابعة هذه المؤسسات لتقدم خدمات صحية بجودة عالية لسلامة المرضى. من أجل قطاع صحي خاص متميز بالسلامة والجودة، أتت فكرة جائزة التميز المؤسسي للقطاع الطبي لخلق أجواء تنافسية بين مؤسسات القطاع الطبي الخاص. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط. اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إجراء محادثات جديدة حول خروج لندن من عضوية الاتحاد، وبعد لقاء في بروكسل اتفق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن تجرى المحادثات لمعرفة ما إذا من الممكن إيجاد حل ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني ويحترم الشروط التي حددها الاتحاد. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكزيت ميشيل بارنييه سيلتقي الاثنين في ستراسبورغ ستيف باركلي الوزير البريطاني لبريكزيت. أكدت روسيا ضرورة الإسراع في التفاوض بشأن إبرام اتفاقية أخرى بين موسكو وواشنطن
بشأن نزع الأسلحة، وذلك بعد تجميد العمل بمعاهدة نزع الصواريخ النووية متوسطة المدى. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن موسكو مستعدة لعقد محادثات حول معاهدة محتملة تكون بديلة للمعاهدة. خلال مؤتمر صحفي في موسكو، قال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن بلاده مستعدة لدراسة أي اقتراحات جديدة من الولايات المتحدة لإبرام معاهدة أوسع نطاقاً تشمل المزيد من البلدان بدلاً من اتفاقية نووية ترجع لحقبة الحرب الباردة كان الطرفان قد علق العمل بها. وعلقت روسيا في مطلع الأسبوع العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعدما أعلنت واشنطن انسحابها منها خلال 6 أشهر، ما لم تمتنع موسكو عما تقول الولايات المتحدة إنها انتهاكات للاتفاقية، وتنفي موسكو ارتكابها أي انتهاكات. وتنص المعاهدة المبرمة في عام 1987 على التخلص من ترسانة الصواريخ متوسطة المدى لدى أكبر بلدين نوويين في العالم، لكنها تسمح لبلدان أخرى بإنتاجها ونشرها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه يرغب في إجراء محادثات بهدف إبرام معاهدة جديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، غير أن الولايات المتحدة لم ترسل بعد أي اقتراحات ملموسة بشأن اتفاقية جديدة، وذلك حسب ما قال ريابكوف خلال المؤتمر. وأثار الخلاف بشأن المعاهدة رد فعل قويا من أوروبا والصين، وتخشى دول أوروبية من أن يؤدي انهيار المعاهدة إلى سباق تسلح جديد وإلى احتمال نشر جيل جديد من الصواريخ الأمريكية النووية في القارة. وحثت الصين الولايات المتحدة على حل خلافاتها مع روسيا عبر الحوار. وتدهورت علاقات موسكو بالغرب إلى أدنى مستوى بسبب عدد من القضايا، منها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ومزاعم بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبأنها وراء هجوم بغاز أعصاب في بريطانيا. استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا وسط توتر متزايد بعد أن التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو بمحتجين من السترات الصفراء وسلسلة من التعليقات الإيطالية الانتقادية نحو الحكومة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيس فوندير أن السفيرة تم استدعاؤه للتشاور، مضيفة أن بلادها تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا أساس له من روما. وحثت الخارجية الفرنسية إيطاليا على العودة إلى العلاقات الودية والبعد عن التدخل بالشؤون الداخلية لفرنسا. برئاسة السلطنة انطلقت بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري. الاجتماع يبحث جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. يترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. برئاسة السلطنة عقدت أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية 103 في القاهرة. ترأس الجلسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. إن أهم ما يتضمنه جدول أعمال اجتماعنا هذا هو تطورات منطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي واتفاقية الاستثمار العربية، آملين من الجميع القيام بالدور المطلوب لأجل تجاوز المعوقات التي تعترض تطبيق هذه الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بها، بهدف تحقيق التقدم وتسهيل التبادل التجاري الذي سيؤدي إلى رفع نسبة التجارة البينية وإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية. ناقش الاجتماع استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. المقررات الصادرة عن القمة تعد على جانب كبير من الأهمية وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا،
وفي مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عن كافة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية. أهم الموضوعات هي متابعة القرارات التي صدرت من القمة العربية التنموية التي عقدت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، فقد تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة هذه القرارات وإعداد تقرير لتقديمه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. أيضا قد هناك في هناك أيضا موضوع آخر، وهو الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة القادمة في تونس. كما ناقش الاجتماع إعداد اتفاقيات استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم، وفي مقدمتها الثورة الاقتصادية الرابعة، الاقتصاد الرقمي والمعرفي. كما شهد الاجتماع مناقشة اعتماد اتفاقية النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية. بعيد قمة بيروت التنموية، يأتي هذا الاجتماع ليضع استراتيجيات وخطط عمل مهمة لتحقيق حياة أفضل للإنسان العربية، ودفعا للجهود العربية الرامية لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030. من جامعة الدول العربية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. نشرتنا مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها أيضا: بعد العديد من المناشط والبرامج الكشفية، اختتام فعاليات المخيم الخليجي التاسع للمرشدات بولاية المصنعة. الأمل يهزم الألم، والابتسامة مفتاح الشفاء. رحلة العلاج مع مرضى السرطان في مستشفيات السلطنة. أخباركم الأحد الساعة 8 مساء مباشرة على قناة عمان مباشر. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستعرض مع وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون بين السلطنة وقبرص وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. أمين عام وزارة الخارجية يبحث في بروكسل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة والاتحاد الأوروبي. شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح قيادة شرطة محافظة شمال البطن. تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الأكاديمية، كانت محور لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بوفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية برئاسة اللواء أحمد ولي الدين خيري محمد الذي يزور السلطنة حاليا. يواصل المشاركون في التمرين العماني الإماراتي المشترك تعاون 2 تنفيذ الأحداث المفترضة حسب الخطط الموضوعة لتسلسل أحداث ومجريات التمرين، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من فبراير الجاري، حيث قام المشاركون من الجانبين بتنفيذ بعض مراحل التمرين، صاحبه تطبيق فرضيات ميدانية مختلفة ضمن خطط وبرنامج التمرين تحقيقا للأهداف المرجوة. ويأتي هذا التمرين في نسخته الثانية في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين، حيث نفذ التمرين الأول في السلطنة عام 1997. الالتزام بالتصديق ومعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج السلطنة من قبل وزارة التعليم العالي، هذا ما دعا إليه مركز التواصل الحكومي. وأشار المركز إلى ضرورة الالتزام بإرفاق كافة الوثائق والمستندات المعتمدة والمصدقة
عند تسجيل أي طلب يتعلق بتحديث البيانات والمؤهلات. يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بعض الحالات التي تم فيها إدراج شهادات علمية صادرة من جامعات وهمية ضمن استمارات التوظيف، وعلى إثر ما كشفته المتابعة الرسمية في هذا الإطار. لأول مرة السلطنة ممثلة بجامعة السلطان قابوس تستضيف الاجتماع الإقليمي 15 لدول شرق المتوسط للاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب. يأتي هذا الاجتماع تزامنا مع الذكرى 10 لانضمام جماعة الطب الطلابية في جامعة السلطان قابوس إلى الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب. حياكم شعار استقبلت به مسقط جمعيات طلبة الطب بمنطقة الشرق الأوسط لحضور الاجتماع الإقليمي 15 لدول شرق المتوسط للاتحاد الدولي. 200 مشارك من أكثر من 12 دولة حضروا بهدف المناقشة في عدة مواضيع صحية أهمها الصحة المهنية. وتأتي هذه الاستضافة أيضاً متزامنة مع الذكرى 10 لانضمام السلطنة للاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب. فمن هذا المنطلق احنا يعني أردنا أن نقدم الأفضل لكافة المشاركين، وهدفنا اللي هو تحقيق أفضل اجتماع إقليمي لمنطقة الشرق المتوسط. جلسات نقاشية وورش تدريبية سيحويها الاجتماع، أهمها تطبيق استراتيجيات الصحة العامة للوافدين والكفاءات الأساسية لأنشطة البحث. الشيء الغير اللي بده يصير هالمرة أو الشيء اللي احنا كتير محمسين له هو الموضوع، المواضيع اللي رح نحكي فيها هي عن صحة العاملين اللي جايين من برا، صحة العاملين الوافدين، وعنا عم نحكي عن موضوع أهمية اليافعين يعني الطلاب والناس من هالأعمار ليكونوا فايتين بهالمواضيع وعم يحكوا عن مواضيع الصحة العالمية وعن الصحة بشكل عام. أتمنى أن نحن نطلع باتفاقية مسقط ومنها ده حناشد فيها دورنا كشباب ودورنا كطلاب طب في الموضوع ده، ودورنا كمان أن نحن نساهم في صحة العمال المهاجرين. التحضير والاستعداد لهذه الفعالية الفريدة من نوعها، سبقها فعاليات بدأت في 3 فبراير الجاري حيث شارك فيها أكثر من 80 مشاركا ومشاركة في ورش تدريبية تستهدف تدريب المشاركين في عدة مجالات متعلقة بالتوعية الصحية. يعد هذا الحدث الإقليمي تجربة وفرصة رائعة لتبادل الثقافات واكتساب الخبرات لكل المشاركين فيه. فاطمة بن سليمان الحسنية، مسقط. نتابع الآن الزميل طلال الكلباني في الأخبار الاقتصادية. حياكم الله. حذر حاكم بنك إنجلترا مارك كارني من أن الاقتصاد البريطاني غير جاهز بعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط ببريكسيت. وفي هذا السياق أبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية بدون إدخال أي تغيير، وخفض توقعاته للنمو عام 2019 ولا سيما في ظل التأثيرات السلبية للغموض المحيط ببريكسيت وتباطؤ الاقتصاد العالمي. هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الافتتاح مع تجدد المخاوف من تباطؤ عالمي بعد أن خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي نحو 124 نقطة إلى ما يقارب 25266 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، في حين انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا نحو 15 نقطة إلى ما يقارب 2717 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك ما يقارب 59 نقطة إلى نحو 7316 نقطة. نزلت أسعار النفط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية واستقر إنتاج الولايات المتحدة عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق،
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 دولارا و82 سنتا للبرميل بانخفاض 19 سنتا مقارنة مع السعر في التسوية السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 62 دولارا و44 سنتا للبرميل. وإلى سعر نفط عمان، حيث ارتفع 98 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 61 دولارا و70 سنتا للبرميل، فيما بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم 62 دولارا و68 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 57 دولارا و57 سنتا للبرميل، منخفضا بمقدار 8 دولارات و95 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي. وإلى آخر أخبار نشرتنا الاقتصادية، أكثر من 53 مليون ريال عماني إجمالي قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر يناير الماضي، فيما سجل المؤشر العام تراجعا شهريا بلغ 3.5%. من الملاحظ منذ بداية العام 2019 استمرارية ضعف أحجام وقيم التداول وقلة المشاركة من قبل المستثمرين في سوق مسقط. يؤثر على السوق سلبيا هو موضوع السندات الحكومية التي حتى الآن توزع بنسب تقارب 7% تقريبا، هذا ما يؤدي إلى يعني المستثمر أن يتوجه إلى هذه السندات اللي هي تعتبر لها ضمان أكبر وتكون في عملة الدولار، لذلك هذا أيضا أثر على توزيعات النقدية التي هي عادة تكون الدافع الرئيسي في سوق مسقط للأوراق المالية. مراقبون يعزون هذا الأداء إلى عدم وجود محفزات اقتصادية قوية بالنسبة للسوق المالي المحلي، إضافة إلى ذلك وجود محفزات استثمارية في الأسواق المجاورة والتي أدت إلى تحرك الاستثمارات لتلك الأسواق وإلى أسواق مالية أخرى. ونحن ننظر إلى يعني خبر مفاجئ اقتصادي قوي قد يحفز المستثمرين مرة ثانية للدخول إلى السوق المحلي. إذا لم يتواجد هذا الخبر القوي قد ندخل أو قد نمر في سنة صعبة مرة أخرى. أسواق المال العالمية، المحادثات التي اتجهت بشكل جيد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت إيجابا على الأسواق الأمريكية، فيما كانت الأسواق الأوروبية نشاطها أفضل. أما أسواق المال الخليجية شهدت معظم الأسواق أداء إيجابيا ما عدا أسواق الإمارات، وذلك بسبب تقييم أسهم السوق الإماراتية من قبل مؤشر الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على تلك الأسواق. هناك تحرك على الشركات التي أعلنت مستويات توزيعات جيدة، إلا أن أحجام وقيم التداول ما زالت دون المتوقع، وبما أن مستوى الحذر مرتفع لدى المستثمرين الأمر الذي قد يؤثر على مستوى السيولة في السوق. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. ومن سوق مسقط للأوراق المالية إلى ختام نشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. بعد العديد من المناشط والفعاليات والبرامج الكشفية، اختتمت فعاليات المخيم الخليجي التاسع للمرشدات بمخيم السلطان قابوس الكشفي بولاية المصنعة. المخيم الذي شارك فيه 300 من المرشدات سعى إلى تطوير المهارات والمعارف اللازمة للفتيات وتعزيز قدراتهن ومهاراتهن حول التعامل الإيجابي في الحياة. بعد 7 أيام من الفعاليات والبرامج الكشفية والإرشادية، ها هو المخيم الخليجي التاسع للمرشدات يختتم فعالياته وسط مشاركة واسعة من مرشدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، والذي من أبرز أهدافه تطوير مهارات ومعارف المرشدات للقيام بدورهن في الحركة الإرشادية وفي خدمة وتنمية المجتمع.
وتعزيز قدراتهن حول التعامل الإيجابي مع الحياة وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهن وترسيخ قيم التعاون والانتماء لديهن. استفدت وايد أشياء، أول شيء عرفت تراثهم العماني وعرفت لهجتهم، وإن استفدنا بالتدريب وكان تدريب ما شاء الله ما شاء الله وايد حلو، وكان في ورش عمل كثيرة وبنطلع طلعات برا وبنزور أماكن، فدي حاجة خلتنا نتعرف على ثقافات البلد، نتعرف على ثقافات شعوب تانية. المخيم هو ينمي أساسا الروح الوطنية، وثاني شيء إن إحنا هذا مخيم خليجي، فهو خلانا نتعرف على ثقافات ثانية غير ثقافات عمان، وخلانا نكتشف مواهب مدفونة في أنفسنا من خلال الورش المقامة والفعاليات. حلقات عمل وزيارات ميدانية ومهارات وفنون إرشادية وأعمال ريادية ومعارض متعددة كانت ضمن فعاليات وبرامج المخيم خلال فترة إقامته. أني تعلمت شلون أسوي الربطات الوتدية واعتمدت على نفسي، ورحت رحلات في مصنع الحلوى. استفدنا زيادة الروابط الاجتماعية، تعرفنا على ناس جداد، خذنا ورش عديدة، ورش البخور ورش صناعة الصابون ورش قيادية عديدة. استفدت الثقة بالنفس، الاعتماد على نفسي، تعرفت على أهل السلطنة، على دول مجلس التعاون المشاركة، والشكر الجزيل لأهل السلطنة. 300 مرشدة وقائدة حضرنا وشاركنا بفعالية كبيرة في هذا المخيم. حظي المخيم الخليجي التاسع للمرشدات هذا العام بالاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس لجنة مرشدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عبد الله بن خلفان الرمضاني من مخيم السلطان قابوس الكشفي، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة. نتابع أخبار الرياضة الآن مع مازون. شكرا بثينة، أهلا بكم مشاهدين. انطلقت مساء اليوم مواجهات القسم الثاني من دوري عمان تل، حيث تمكن مرباط من التغلب على مسقط بهدفين لهدف وحيد، كما نجح النهضة في الفوز على صور بهدف نظيف، فيما خسر السويق بهدف مقابل هدفين أمام الشباب. لكن خطورة خطورة خطورة، جول المباراة الثاني. اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره الداخلي والذي أقيم على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث افتتح المنتخب معسكره الحالي في 3 فبراير الجاري، وشهد عددا من الأسماء الجديدة. ومن ناحية أخرى، وافق المنتخب اللبناني على إجراء تجربتين وديتين يومي 26 و27 في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية وكأس العالم والتي تقام في تايلاند، ويلعب منتخبنا في مجموعات تضم العراق وإيران، ويصعد فريقان إلى النهائيات الآسيوية، ومن ثم تصعد 3 فرق إلى كأس العالم. انطلقت صباح اليوم على مضمار سيح السرية لسباقات الهجن بولاية أدامة في محافظة الداخلية منافسات السباق 5 من سباقات الهجن للموسم الحالي، والتي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وتضمنت منافسات السباق 8 أشواط، وخصصت 6 منها لفئة الحجائج جعدان وأبكار لمسافة 4 كيلومترات، وشوطان للقاية جعدان وأبكار لمسافة 5 كيلومترات. وقد رصدت الأشواط الرئيسية الأولى سيارة للفائزين بالمراكز الأولى، وجوائز نقدية وعينية للأشواط الأخرى.
عالميا تصدر دراج هوندا مارك ماركيز مجريات اليوم الأول من جولة التجارب الشتوية الأولى لموسم 2019، وذلك ضمن بطولة العالم للدراجات النارية بماليزيا، وذلك على الرغم من معاناته من آثار العملية الجراحية التي أجراها على كتفه الأيمن قبل الشهر. واختتم ماركيز السباق في المركز الأول بتسجيله زمنا قدره ساعة و59 ثانية، يتقدم على دراج فريق سوزوكي أليكس رينر بفارق أجزاء من الثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب دراج ياماها فينياليس. وإلى الخبر الأخير، حيث تمكن الإيطالي دومينيك باريس من الفوز بسباق السوبر جي ببطولة كأس العالم للتزلج والتي تدور فعالياتها بالسويد. دومينيك باريس قطع المرحلة في دقيقة 1:24 ثانية و20 جزءا من الثانية على مسافة 2172 مترا، متفوقا على النمساوي كريتش ماير. وحقق الفرنسي يوهان كلاري البالغ من العمر 38 عاما نفس توقيت كريتش ماير في المركز الثاني، فيما أنهى النرويجي أكسل لوند سيفندال مسيرته الرياضية وخاض آخر بطولة له، وانتهى به المطاف خارج المراكز 15 الأولى. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إلى الزملاء. نظمت مكتبة هيا نقرة التابعة لجمعية دار العطاء المعرض الفني الخيري الأول الذي شارك فيه فنانون من مختلف دول العالم. المعرض الذي يعود ريعه لجمعية دار العطاء رعت فعالياته صاحبة السمو السيدة عالية بن ثويني آل سعيد. من الدنمارك وإيرلندا وإنجلترا وباكستان إلى عمان اجتمعوا تظلهم الريشة والألوان، فنانون موهوبون من مختلف دول العالم وحدوا رسالة فنهم في دعم جمعية دار العطاء في معرضها الفني الخيري الأول. 150 مشاركة تأخذ زوار المعرض في جولة بين الألوان ورشاقة الخطوط العربية ومناظر وثقتها عدسات المصورين تسرد لهم بصمت تفاصيل الأمكنة والشخوص. الملمح العماني كالطبيعة والتراث في لوحات فنية أخذت موقعها في زوايا المعرض تحكي لزواره عن عمان التي يحبون. في هذا المعرض تكاتفت الأيدي الخيرة ليكون ريعه لمكتبات جمعية دار العطاء. في الختام نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستعرض مع وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون بين السلطنة وقبرص وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. أمين عام وزارة الخارجية يبحث في بروكسل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة والاتحاد الأوروبي. شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة. وفي ختام نشرتنا هذه، تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. الصورة الجوية توضح تكاثف السحب هنا شمال شبه الجزيرة العربية في حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، يتوقع أن تتقدم شرقا خلال الأيام القادمة. إذن مباشرة نتابع التوقعات للنهار القادم في محافظتي الوسطى وظفار. تبقى الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين 5 إلى 10 عقد، فيما تكون نشطة شمالية شرقية على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، مع بحر بين هادي إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع للموج متر ونصف المتر، ورطوبة نسبية قد تصل إلى 80%.
على سواحل محافظة مسندم الرياح أيضا متغيرة الاتجاه بين 5 إلى 10 عقد مع بحر هادئ الموج، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر. أما على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان فنشاهد الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، أحيانا تصل إلى 15 عقدة مع بحر بين هادئ إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر، ورطوبة نسبية تتراوح بين 20% و65%. إلى التفاصيل، في محافظة مسقط لا تزال الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة العظمى قبيل منتصف العشرينات، 24 هنا في الرستاق بجنوب الباطنة، وأيضا هنا في صحار في شمالها مع بعض السحب ربما خلال ساعات الصباح الأولى، إلا أن الأجواء مستقرة بشكل عام. في خصب بمحافظة مسندم أيضا تبقى درجات الحرارة حول منتصف العشرينات مع استقرار في الأجواء، هنا أيضا في شمال الشرقية 24 في إبرة مع أجواء مشمسة، وفي الداخلية في نزوة 25 12 درجة فقط خلال النهار في جبل شمس، وفي عبري حول منتصف العشرينات والحال ذاته بالنسبة لمحافظة البريمي مع أجواء مشمسة بشكل عام. في محافظة ظفار صلالة 26 و27 في ثمريت مع أجواء مستقرة ومشمسة، وفي هيمة بمحافظة الوسطى أيضا الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات أو أكثر بقليل. إلى جنوب الشرقية وجزيرة مصيرة 26 درجة مع أجواء مستقرة ومشمسة على سواحل جنوب الشرقية، سواء تلك المطلة على بحر العرب مثل ما يبدو هنا في الأشخرة وعلى بحر عمان في صور 26 درجة مئوية. إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.